عايز ابتدي مع حضرتك عشان تعرفينا على اهم ملامح او محاور البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي. ايه هي الاليات اللي احنا حطيناها عشان ننفذ؟ وطبعا مهم طبعا نعرف منهجيه او اسلوب متابعه البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، سعاده السيده اورسولا فاندرلاين ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم. الحقيقه مصر يمكن مرت بعده برامج اصلاح مختلفه، ويمكن لان عمليه الاصلاح هي عمليه مستمره، ولكن يمكن العشر سنوات الماضيه منذ ان يعني ربنا انعم علينا بمرحله الاستقرار السياسي والامني منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلي متكامل. والمهم ان انا عايزه اكد عليه انه برامج الاصلاح في مصر العشر سنوات الماضيه كانت بتتم بشكل تشاركي. بشكل تشاركي يعني البرنامج والخطة بيتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وليس الحكومة وحدها. برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قايم على أربع محاور أساسية. المحور الأول فيه هو إن إحنا بنركز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر. القطاع الإنتاجي اللي هو الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ده القطاع الإنتاجي الرئيسي. وليه بنركز على القطاع الإنتاجي؟ لأنه العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات وعدد كبير من الصدمات الخارجية. الصدمات الخارجية بدءا من أزمة كوفيد-19 إلى الأزمات الجيوسياسية إلى حتى أزمات تغير المناخ وانعكاساتها على الاقتصاديات. كل ده خلانا ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية، الصناعة، الزراعة، والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، زائد قطاعين لدينا فيهم ميزة تنافسية وهم السياحة وقطاع اللوجستيات. المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. ويمكن مهم ان احنا نؤكد ان احنا ننظر الى القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. وعشان كده الدولة وضعت عدد من السياسات والإجراءات، عدد من التشريعات، وأيضاً مجموعة من الاستثمار الكبير اللي قمنا به في البنية التحتية عشان يكون محفز للقطاع الخاص للاستثمار. أخذنا عدد كبير من السياسات والإجراءات، منها تحرير سعر الصرف، منها إصلاحات مالية، عملنا إطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتحدد تخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. أطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات يا إما في مناطق معينة أو في قطاعات معينة، وبالذات القطاعات الخضراء المستدامة. الدولة بتتحمل في هذه النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، زائد الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنعفيه من الضرائب لمدة 5 سنوات لأنها صناعات مغذية للصناعات الكبرى. ناخد بعد إذن حضرتك النقطة الأخيرة عشان الوقت بعد إذن الاستثمار حضرتك. الكبير في البنية التحتية حتى تكون البنية التحتية محفزة للقطاع الخاص. استثمرنا في شبكة طرق، في شبكة موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط عشان تكون مصر مركز للتجارة العالمية. المحور الثالث هو محور كفاءة سوق العمل. مصر دولة كبيرة، عندنا حجم سوق كبير، وحجم السوق كبير ده محفز لعملية الاستثمار. ولكن مع يعني عمليات ضبط معدلات النمو السكاني كان مهم أيضا لدينا ميزة ديموغرافية إن أنا عندي 70% من السكان تحت سن 40 سنة، فكان لابد من إحنا نستثمر في التعليم الفني والتعليم المهني والتعليم التكنولوجي والاستثمار في بنات مصر الرقمية عشان وظائف المستقبل. المحور الأخير هو محور الحماية. تخطينا الوقت حضرتك معالي الوزير. المحور الأخير هو محور الحماية الاجتماعية. ليه الحماية الاجتماعية؟ لأن ده اللي بيضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية. سيد الرئيس أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو حياة كريمة. بنقدم خدمات صرف صحي، مياه شرب، وحدات صحية، مدارس لأهلنا في الريف، أكثر من 50% من السكان في مصر بينعموا بهذه الخدمات. الحاجة الأخيرة يا أسامة، بس يا أسامة على مهلك
على بالك يا استاذ. خلاص انا كده اخذت الاذن. انا اخذت الاذن. ده اور ليدي يعني. لا 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 انا كده اخذت الاذن. طيب طيب شكرا يا فندم. شكرا فخامه الرئيس. ليه بنستثمر في توفير هذه الخدمات لأهلنا في الريف؟ صرف صحي، مياه شرب، مدارس، وحدات صحية، لأن احنا بننظر إلى الحق في التنمية كالحق الأساسي من حقوق الإنسان. الحاجة الأخيرة وهي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن مبادرة ضمن الحماية الاجتماعية، وهنا احنا بنتكلم على ضبط معدلات النمو السكاني وفي نفس الوقت الاستثمار في خصائص السكان، ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحور الذي يحظى بأولوية قصوى، بيحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية ومن كل مؤسسات الدولة. بنتكلم على تمكين سياسي، تمكين اقتصادي، وتمكين اجتماعي. المرأة لا تنظر فقط، الدولة لا تنظر فقط للمرأة على أنها نصف المجتمع، ولكنها محور أساسي لتحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات. شكراً وأسفة على الدقيقة الزيادة.